السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. ايه الفرق ما بين السيكوال او الاس كيو ال والماي سيكوال؟ مبدئيا كده انا عايزك تفهم حاجه، السيكوال او الاس كيو ال ملوش مقارنه، ما حدش بيقارنه. الاس كيو ال دي لغه البرمجه اللي انت بتطلب بيها البيانات، لغه الاس كيو ال دي لغه استراكشر داتا اللي هي بتعمل بيها داتا سيت او اللي انت بتخزن بيها داتا او بتطلب الداتا او بتطلب مثلا شويه داتا من جداول كبيره جدا، ده اسمه الاس كيو ال. ماي سيكوال، تي سيكوال، بوستجر سيكوال، اوراكل، اي حاجه من دي، ده الاستوديو اللي انت بتشغل جوه السيكوال، ده الاستوديو او اللي هو سيكوال اديتور او اللي هو ايا كان المسمى، ده البرنامج اللي بتكتب جواه لغه السيكوال او المايكروسوفت سيكوال سيرفر، عشان انا ساعات اشتغلت على المايكروسوفت سيكوال سيرفر. من الاخر من الاخر، الاس كيو ال ملهاش مقارنه، الاس كيو ال دي لغه واحده بس. الماي سيكوال، تي سيكوال، ايا كان سيكوال، ايا كان هو ايه، ده لغه، ده البرنامج اللي بتكتب جواه السيكوال، علشان ما حدش يعني يلخبطك او انت تتلخبط مع حد، او لو حد جه سالك مثلا ايه الفرق ما بين السيكوال والماي سيكوال، السيكوال دي اللغه، الماي سيكوال ده البرنامج اللي بتكتب فيه اللغه. شكرا جدا ليكم وكان معكم، ولو يعني لو المعلومه كويسه تعمل لايك وتشترك معايا في القناه. كان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.